مساكم الله بالخير، حياكم الله مشاهدينا اليوم واحنا في بداية الويكند. نقول لكم حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج بعد السادسة وعلى الهواء مباشرة. بتكون حلقتنا ان شاء الله خفيفة ومنوعة وبعيدة عن الرسمية. يا هلا ومرحبا فيكم، طبعا مساء الخير زميلي عبد الله، حياكم الله مشاهدينا في برنامج بعد السادسة. اليوم احنا في الويكند ومقدم لكم ان شاء الله مواضيع تناسب هذا اليوم. بنكون معاكم مثل ما ذكر زميلي عبد الله في فقرات خفيفه ومنوعه، ودائما ننوه للجميع بالالتزام بالاشراطات الصحيه والمشاركه والاستجابه للتطعيمات اللي تقدمها وزاره الصحه مشكوره للجميع، وهي الان تقدم للجميع الجرعه التنشيطيه من خلال مراكز التطعيم التي اعلنت عنها الوزاره. ومن الممكن طبعا تلقي الجرعه من غير موعد مسبق في ارض المعارض المستشفى الميداني في مشرف، وان الحالات في حاله تصاعد بعد ان وصل العدد الى 143 عدد الاصابات. بعد ما شفنا عدد الحالات يا جماعة، وقبل لا نبلش حلقتنا، بس هي رسالة ونصيحة للكل: عدم السفر خارج البلاد إلا للضرورة، خصوصا في هذه الفترة. واللي راجع من برا يا جماعة، لا تستهينون في عمل المسحة، مسحة البي سي آر، عشان تطمن على نفسك وعلى من حواليك. فنتمنى السلامة للجميع يا رب إن شاء الله. نعم زميل عبد الله، فعلا المفروض الآن تكثيف هذه الإجراءات الاحترازية الخاصة بدولتنا الحبيبة من باب الحذر والحيطة. إذن نبدأ حلقتنا زميلي عبد الله من خلال طبعا تدشين استراتيجية الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي عن خطته الاستراتيجية 21-26 اللي انطلقت اليوم تحت رعاية معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب السيد عبد الرحمن المطيري باستاذ جابر الدولي، واللي يتمثل الرؤية المستقبلية للرياضة المدرسية خلال الفترة المقبلة بعد توقف لمدة طويلة. زميلنا عبد العزيز من الأستاذ جابر الريال. طبعا كرم لك من هذه التغطية الخاصة من الأستاذ جابر الأحمد الدولي لتسليط الضوء الإعلامي على تدشين الخطة الاستراتيجية للاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي تحت رعاية وحضور معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السيد عبد الرحمن المطيري، ولتعرف أكثر عن هذا الموضوع وخاصة الموضوع الأمور الإعلامية والأمور التي تهم الوسط الإعلامي. سنلتقي بالسيد راشد المطوع رئيس اللجنة الإعلامية ومخرج العمل. في البداية مسي عليك بالخير ونرحب فيك في برنامج بعد السادسة. مساكم الله بالنور، وشكرا على هذا الاهتمام، وشكرا على هذه التغطية الغير غريبة والغير مستغربة على تلفزيون الكويت. أحييكم صراحة على هذا المجهود الجبار اللي قاعد تقومون فيه معانا وانتم كشركاء أساسيين لإنجاح هذا العمل الإعلامي. اليوم 23 ديسمبر يوم الخميس، يوم تشهد الكويت إن شاء الله له أنه راح يكون انطلاقة لتدشين ألعاب الجماعية والفردية للاتحاد الرياضي الكويتي المدرسي والتعليم العالي. اليوم راح يكون مجهودنا الأول كأوبنينج بداية. شغالين صارنا 3 أيام إحنا من كأس سمو صاحب سمو أمير البلاد الشيخ نواف إلى اليوم إحنا ما نمنه، قاعدين نشتغل تعبانين. نتمنى أن يحوز على رضا الكل، نتمنى أن يحوز على رضا الجمهور. شكرا من القلب إلى معالي وزير الإعلام والثقافة السيد عبد الرحمن المطيري على هذا الدعم اللامحدود منه من وزارة الإعلام والهيئة الشباب والرياضة، ما قصروا. شكرا للكل على كل هذا الدعم الموجود. بشكل بسيط اليوم راح تشوفون تمرينات وشو طلابي يتم من خلاله اكتشاف بعض المواهب
إدراجها في الأكاديميات المحطوطة. يعطيك العافية، وإحنا نثني على جهود وجهود جميع الذي يعمل في اللجنة الإعلامية، وشكرا لك إنك أنت وصلت الشكر لجميع الجهات الحكومية والجهات اللي ساهمت في نجاح هذا الحفل، وجهود جميلة ومباركة ما هي غريبة عليكم اهتمامكم في الأمور تخص الإعلام الرياضي والمحلي. شكرا لك على وجودك معنا. الله يسلمكم، شكرا لكم مرة ثانية على هذا الدعم اللامحدود. شكرا لك على وجودك معنا. كان معنا السيد راشد المطوع رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، وتكلم اليوم عن هذه الفعالية، وتكلم أيضا ماذا ستكون هذه الفعالية وبرنامج الحفل اليوم، وشكر أيضا وزارة الإعلام الممثلة بمعالي وزير الإعلام وثقافة وزير الدولة شؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على دعم لا محدود للرياضيين، وأيضا جميع الذين يعملون في وزارة الإعلام. وهذا كل ما لدي الآن مشاهدينا الكرام. ننتقل معكم الآن إلى استوديو في برنامج بعد السادسة. شكرا لزميل العزيز عبد العزيز درويش، وطبعا هذا تعاون الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية وكذلك مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، يعزز مفهوم التعاون بين الجهات الحكومية في تأمين القدرات والمواهب للأجيال القادمة من أبناء المجتمع الكويتي، وهذه الاستراتيجية تنطلق في اكتشاف الموهوبين وتطوير قدراتهم وفقا لأعلى المعايير. ووزارة التربية إن شاء الله بصدد إنشاء 6 مراكز على مستوى عالي من المهنية والاحتراف، والجميع يتطلع إلى عودة الرياضة المدرسية في زمن كانت تفوق على الجميع وتصدر المبدعين للأندية وغيرها من المراكز. طبعا بعد ما كنا معكم قبل قليل في تدشين رؤية اتحاد الرياضة المدرسي، الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، كذلك عن خطتها الاستراتيجية 2021-2026 واللي انطلقت اليوم تحت رعاية معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب، راح نعلن عن حلقتنا وبرامجنا وفقراتنا لهذا اليوم. نعم زميلي عبدالله، طبعا هذه الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الكويتي للمدرسة، طبعا الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي من خلال هذه الانطلاقة، طبعا شفنا هذا التقرير مع زميلنا وهذا اللقاء الخاص بزميلنا عبد العزيز درويش، وقاعد نشوف طبعا الألعاب الجماعية، كرة السلة، الطائرة، اليد، القدم، طبعا كرة اليد، أيضا هناك ألعاب فردية، ألعاب قوة، اللياقة البدنية، البولينج، ما شاء الله تبارك الله. حلو أن عودة هذا النشاط المدرسي فعلا بعد توقف زميلي عبد الله، يعني دام سنوات طويلة، وهذا هذه العودة نقدر نقول إن شاء الله رياضية تصب إن شاء الله في مصلحة المنتخبات الوطنية في اكتشاف المواهب، وهذا الهدف العام من مثل هذه طبعا الأنشطة المدرسية الخاصة في مثل الألعاب الجماعية والألعاب الفردية. بلا شك بلا شك، يعني هذه الألعاب الجماعية إذا بنتكلم على كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد وكرة القدم كذلك، كل هذه الألعاب وإذا نهتم بالنشأ من خلال المدارس واللي من خلالها هم اللي راح يغذون طبعا الأندية، وبالنهاية راح يغذون المنتخبات الوطنية، ونشوف إن شاء الله دائما موهوبين ومميزين مثل ما تعودنا دائما. نعم طبعا قاعد أشوف إجراء وضع استراتيجية الخطة، خطة تطوير المستوى طويلة المدى، هي من 21 إلى 26. قاعد أشوف تحليل الوضع، أين نحن، أيضا وضع الاستراتيجية، طموحاتنا، الرؤية، القيمة، القيم المهمة، أهداف هذه الاستراتيجية، الغايات. طبعا هذه النقطة تستطيع أن توثق وتواصل خطة الاستراتيجية، وإحنا إن شاء الله نتماشى بمثل هذه الأمور زميلي عبد الله. أكيد طبعا إحنا راح نستمر وياكم في بعد السادسة، ولكن من بعد هذا الفاصل. حياكم الله معنا، ونبدا معاكم اولى مساحاتنا الحواريه مع رئيس بيت الترجمه برابطه الادباء الكويتيين بدر فيلتشاوي. اهلا ومرحبا فيك وشكرا على قبول هذه الدعوه. هلا فيك استاذ، الله يعطيك العافيه. احب بالبدايه اشكركم على
على هذه الدعوة الكريمة كأول داعم لبيت الترجمة، وهذا دليل على اهتمام برنامجكم خاصة وقناة يعني تلفزيون الكويت بشكل عام بهذه المبادرات الجديدة، وشكرا لكم. أبرك الساعات. نبدأ معك يعني كرئيس بيت الترجمة، يمكن الآن السؤال في ذهن المشاهدين، شو نعني في بيت الترجمة في رابطة الأدباء؟ بيت الترجمة هو بيت يهتم في كل ما يخص الترجمة والمترجم، بيت يعني أول، يمكن أول مبادرة تهتم في الترجمة في الكويت، أول مبادرة معلنة يعني في عندنا قبلها اللي هي جمعية المترجمين، اللي إن شاء الله راح يشهر جمعيتها إن شاء الله في القريب. مهتم في تحسين صورة المترجم في المجتمع، مهتم في تطوير الترجمة، توصيل رسالة المترجم ودوره في المجتمع ودوره في تطوير المجتمع. نعم، كفكرة كيف يعني تعززون في بيت الترجمة في عملية نشر الثقافة الكويتية باللغات الأخرى؟ الثقافة الكويتية احنا حاليا لحد الآن في طور الإنشاء، يعني ما صار على يمكن على إنشاءنا فترة طويلة، فبالبداية راح ندشن البيت وراح نسوي حفل افتتاح إن شاء الله، او حفل تدشين اللي راح يكون في 5/1 إن شاء الله، من عقبها عاد نبدي في مشاريعنا اللي من ضمنها هي ترجمة الثقافة الكويتية والتراث الكويتي ونقله الى ثقافات ثانية، على اساس ان نبين للعالم مدى عمق التراث الكويتي وعراقته. نعم، احنا بنأكد من خلال يعني هذا البيت، بيت الترجمة، المجالات اللي راح يتم فيها ان شاء الله في عملية الترجمة وغيرها من هذه المواضيع، هل هناك مجالات محددة راح تخوضون فيها اكثر؟ هو طبعا بيت الترجمة كمشهر من رابطة الأدباء راح يكون تركيزنا على الأعمال الأدبية، لكن في نفس الوقت انت عارف استاذي ان في مجالات تخصصية غالبا دور النشر المهتمة في الترجمة ما ترجم هذه المجالات بسبب عدم وجود الطلب عليها. ودنا يعني نركز على الترجمة التخصصية لآداب معينة او علوم معينة عادة ما تترجم بسبب قلة الطلب عليها، مع أهميتها الشديدة لإثراء المعلومات والمعرفة في المجتمع الكويتي والمجتمع العربي بشكل عام. نعم، كتب الثقافية العالمية اللي فيها لغات صعبة، شلون راح تعملون معها في هذا الجانب ايضا؟ عندنا يعني مترجمين متخصصين، ممكن نتعاون مع جمعيات ترجمة في الوطن العربي كله بشكل عام، او اي يعني اي جهة مهتمة للترجمة للغة العربية اذا صار عندنا قصور في هذا المجال. لكن لحد الان الحمد لله الكويت فيها شباب كثير، يعني سواء من مواطنين او مقيمين، قادرين على ترجمة من كل لغات العالم تقريبا. نعم أستاذ بدر، أنت عارف أن الترجمة أحيانا ترجمة اللغات الأخرى للغة العربية تكون أحيانا هناك ترجمة النص ما تكون فيها المعنى واضح، يعني هل هناك مقياس خاص فيكم في عملية الترجمة في هذا الجانب؟ هو المقياس مو خاص فينا، هو مقياس خاص في الترجمة العالمية بشكل عام، لابد أن يكون روح النص موجود. روح النص قد يكون أهم من الترجمة المباشرة للنص نفسه، فراح يكون من ضمن حرصنا على الترجمة اللي هي إحياء روح النص في النصوص المترجمة أكيد. نعم، الترجمة هل هي راح تنحاز إلى العامية أو لازم تخصص اللغة العربية؟ وهو يعني يمكن ما في دولة تنحاز فيها الترجمة للغة غير العامية المحلية، إلا يمكن مصر فيها بوادر كذي، لكن تقريبا كل الدول العربية لحد الآن ملتزمة باللغة العربية اللغة الفصحى. نعم، من خلال هذه الخطوات الأولى اللي أنتم قاعد تقومون فيها في عملية الإنشاء، هذه المرحلة الأولى اللي أنت ذكرتها، كيف راح تضمون المزيد من المترجمين وتوحدون الجهود من أجل المجالات الأدبية في الكتب العالمية؟ هذا مجهودكم، مجهود الرابطة يعني في نشر وجود البيت. بالبداية راح يكون عندنا حفل الافتتاح اللي ذكرناه اللي راح يكون في تاريخ 5/1، ومن خلاله راح يعني يكون عندنا تواصل مباشر مع الأعضاء وتواصل مباشر مع المترجمين والمهتمين في الترجمة، ومن خلاله إن شاء الله راح نسوي قاعدة جميلة للمترجمين في الكويت. نعم،
على مدى التاريخ يعني في العصور القديمة حتى وعصور النهضة كانت الترجمة تساهم في تطور المجتمعات. أهمية الترجمة ومدى تأثيرها على تطور المجتمعات حاليا؟ سؤال جميل جدا أستاذ عيد. طبعا ما في حضارة وصلت للتطور من غير لا يكون فيها حركة ترجمة. يعني مثلا كلنا درسنا في المدارس شلون انتقلت الحضارة العربية الى الغرب عن طريق الاندلس وعن طريق الصقليه والشام، كلها صار عن طريق الترجمه. الحضاره العربيه نفسها لما تتطور في الجانب العلمي اسست بيت الحكمه اللي هو كان الاساس منه، اللي اسسه هارون الرشيد كان الاساس منه هو الترجمه، وكان يعني من مبالغات التاريخ انه كان يعطي المترجم وزن ذهب. هذا تقدير في هذاك الزمن من الحضاره العربيه في اهميه المترجم. اليابان لما تتطور، اليابان كانت دولة تتحارب فيما بينها إلى أن قررت أنها تتطور. أول قرار اتخذته على أساس أن تواكب العالم شو اسمه كان هو إرسال البعثات لتعلم اللغات للترجمة. مصر في عهد محمد علي باشا، يعني الأمثلة التاريخية للأمانة ما تخلى من الترجمة. وهو عندنا قاعدة أساسية لأي مجتمع يبي يتطور، إذا كان المجتمع يبي يطلع علماء يبي يطلع أدباء، قبل الله يطلع أهل العلماء والأدباء العالميين لابد أن يكون عنده مترجمين بحيث أن ينقلوا له اللغات الأخرى على أساس أن توصل المعلومة الحديثة أول بأول. نعم، طبعا لا ننسى بأن هذه الترجمة تفتح آفاق كبيرة في هذا المجال، فالله يعطيكم الصحة والعافية من خلاله. فجهود الأمانة جبارة، ونحتاج أيضا يعني جلب الكثير من الشباب إلى هذا المحتوى، يعني خاصة اللغات، يعني اللغة اليابانية وأنت متخصص فيها. نعم الله يحفظك. فلذلك اللغة اليابانية، أنت متخصص في اللغة اليابانية، أنا عندي خبر في هذا الموضوع. نعم أنا شلون نطور في هذا المجال أيضا؟ اللغة اليابانية للأسف كل يعني الأعمال الأدبية والكتب التخصصية للأسف كلها قائمة على أساس النقل من لغة وسيطة، وغالبا اللغة الوسيطة المترجم باللغة الوسيطة يختار من الكتب اليابانية ما يناسب ثقافته وما يناسب اهتماماته، فما يكون عندنا ترجمة مباشرة من اللغة اليابانية إلى اللغة العربية، وهذا يجعلنا يعني نرضخ لاختيارات المترجم الوسيط أو نرضخ لروح ثقافته. طبعا كل مترجم لابد أنه يدشش من ثقافته على جسمه، فيوصلنا الآداب اليابانية المترجمة للأسف تكون يعني خالية من روح الأصلية، يعني يكون فيها يعني روح ثقافات ثانية. نعم. فطبعا احنا نسعى لتقوية هذا الجانب سواء من اللغة اليابانية، من اللغة الصينية، من اللغات الآسيوية. للأمانة عندهم ثقافة وأدب، احنا يعني اعتقد ان احنا راح نستفيد منه كثيرا اذا انتشر عندنا، وهذا ما نسعى له. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. الله يسلمك. الله يحفظك. كل الشكر وتقديري رئيس بيت الترجمة برابطة الأدباء الكويتيين بدر الفيلتشاوي. لازلنا معاكم من خلال هذا البرنامج، ونكون مع معرف بقشة اللي يقيم في حديقة العدلية، ونعود إن شاء الله لنستكمل معاكم لقاءاتنا في برنامج بعد السادسة. مع عودة الحياة لطبيعتها، موجودين معاكم في حديقة الإعدادية لتعرف أكثر على المشاريع الشبابية وسط هذه الأجواء الجميلة كلها طاقة إيجابية. لمعرفة المزيد تابعونا. الحمد لله أن الحياة ردت طبيعية مرة ثانية، وما شاء الله الإقبال وايد كبير على الحديقة، والحمد لله إن شاء الله الأمور هذه تستمر على طول. أنا بالنسبة لي أي معرض قاعد يصير إلى حد كبير، أنا شفت إن الناس راح تكون مقبلة عليه، وخصوصاً إذا كان outdoors، أنا من أوائل الناس اللي تكون مشاركة فيه. هذه أول مرة بالنسبة لي إن أنا أشارك في حديقة العدلية، المكان تبارك الرحمن أنا يعني نفسياً ارتحت له وايد، المساحة شرحة، الناس اللي جاية تبارك الرحمن يعني جاية ومنشرحة، والسعادة مبينة على وجهها بأن الحياة ردت، وغير شيء بأن الأجواء جميلة جداً. والله
والله ما شاء الله تبارك الرحمن للأمانة في شركات فظيعة جديدة، أفكار جديدة، شركات صراحة مبدعة وشبابية، ويعني الشيء صراحة ياخذ العقل. إقبال الناس هني صاير وايد قوي، لأن قاعد يشوفون شباب كويتيين قاعد يشتغلون على نفسهم ويطورون من نفسهم، وهذا الشيء قاعد يفتخرون فيه وايد ناس لما يشوفوننا نشتغل على هالشيء. أول شيء ما شاء الله الإقبال وايد حلو مع الجو الحلو، الإقبال متنوع خصوصا الحين فترة أخيرة بالوطن العربي صاير إقبال كبير على فكرة الأنيميشن، فكرة الرسوم المتحركة المانجا والأنيميشن الياباني. اساسا البوكيمون انيميشن ياباني، فهذا كمل مع موضوعنا احنا، الناس اهتمت في فوق نوستالجيا اللي هو تتذكرون من الماضي، فاللي تشوف في مره يمر علينا واحد اوف انتم وين مطلعين هالسوالف قدام، فقاعد تمشي معنا. بس ما شاء الله الجو عجيب والحضور بعد ما شاء الله لا داعي كثر ما شاء الله. وبكذي مشاهدينا هذه كانت تغطيتنا في حديقة الإعدلية، وتعرفنا أكثر على المشاريع الشبابية وسط هذه الأجواء الجميلة بعد العودة للحياة الطبيعية. أشوفكم على خير، مع السلامة. الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي يعلن عن تدشين خطته الاستراتيجيه 2021-2026 واللي راح تنطلق اليوم ان شاء الله تحت رعايه معالي وزير الاعلام والثقافه وزير الدوله لشؤون الشباب السيد عبد الرحمن المطيري بالاستاذ جابر الدولي، والتي تمثل الرؤيه المستقبليه في نشر الوعي بمفهوم وفلسفه الرياضه والعمل على تنظيم ممارسه الانشطه الرياضيه في مختلف المدارس والمعاهد وكذلك الجامعات. طبعا احنا حاليا على الهواء مباشرة يمكن نشوف من خلال هذه الشاشة في الأستاذ جابر الدولي أخوي عيد، راح يكون إن شاء الله انطلاق هذا الحفل، حفل تدشين هذه الاستراتيجية. الآن طبعا نشوف الدكتور طالب الشريف وأيضا الحضور الكريم. فعلا عيد هذه الاستراتيجية اللي يمكن احنا كنا محتاجينها من زمان، ولكن الحمد لله أن يجي الوقت أن نشوفها ترى النور ونرجع نشوف مرة ثانية المواهب المدرسية اللي راح تطلع مرة ثانية على الساحة. العمل مثل ما يقولون العمل على قدم وساق زميلي عبد الله، وقاعد نشوف على الهواء مباشرة هذه اللقطات للجمهور المتواجد. طبعا وهذول طبعا براعم، وفي هذا حفل الافتتاح الخاص طبعا نذكر بان هذا الحفل الافتتاح موجود في استاد جابر الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي، وهذه البراعم قاعد نشوفها، وان شاء الله باذن الله يكون هناك مستقبل واعد زميلي عبد الله ان شاء الله للرياضة الكويتية من خلال الاهتمام بهذه الناشئة، لأن الاهتمام بالناشئة هو أساس أي عمل أنت تقوم فيه، عمل إبداعي، عمل إنجازي، في إرادة، في عمل، في صبر، فلذلك يجب أن تقوم بعملية المتابعة لمثل هذه الأمور. أكيد بلا شك. ويمكن طبعا إذا بنتكلم على عدد مثلا المدارس، في هناك 202 روضة لرياض الأطفال وغيرها من طبعا المدارس، لكن قبل لا نكمل وياكم ونعطيكم تفاصيل أكثر خلنا ننتقل على الهواء مباشرة إلى أستاذ جابر. يتكلمون ويناشدون ويدعمون هذا المشروع لأنهم يعرفون مدى فعالية هذه المشاريع التي تنطلق من رحم وزارة التربية الحاضنة الأساسية للنشء ولأبنائنا. لطالما شاهدنا نجوما في هذه الساحات الرياضية وهم بدأوا هذا المشوار في الأنشطة المدرسية، عودة حميدة لمثل هذا المشروع الذي أعد بشكل منطقي يحاكي الواقع الرياضي التربوي المدرسي هنا في الكويت. نلاقي الدعم من الجميع، الشخصيات المتواجدة الآن أمامي تبشر بأنه سيكون مشروع له دعم من كل الزوايا المؤسسية الحكومية وأيضاً الخاصة. نشاهد اليوم الشركات الخاصة تدعم مثل هذا المشروع، وكل الشكر للبنك الوطني الذي يدعم هذا المشروع أيضاً براعي استراتيجي مادي لهذه الفكرة التي تنطلق اليوم. سنبدأ بتدشين هذا المشروع راجين من الله التوفيق لأصحاب هذه الفكرة ولأعضاء الاتحاد
الكويت الرياضي المدرسي والتعليم العالي بأن ينجزوا خلال السنوات القادمة بإذن الله كل الأهداف المرجوة وأن يصلوا إلى الطموح المرجو. وبعد سنوات بإذن الله سنحاكي برياضتنا ونجومنا ومواهبنا الرياضة العالمية بإذن الله. لدينا مواهب نعم، لدينا خامات كما يقولون نعم، ولكن تحتاج إلى الأرضية الخصبة، وها هي الآن تبنى هذه الأرضية بسواعدكم وبجهودكم وبوقفة جميع المسؤولين الذين كما نقول قلوبهم على هذه الرياضة. لن أطيل عليكم، يتفضل الآن لإلقاء الكلمة ممثل راعي الحفل المهندس الشيخ حمود المبارك الصباح نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة، فليتفضل مشكورا. طبعا هذا هو نقل مباشر من الأستاذ جابر الدولي لاستراتيجية طبعا الاتحاد الكويتي المدرسي من خلال عملية نشر الوعي بمفهوم وفلسفة الرياضة وهذا المشروع الجميل إن شاء الله في الاهتمام بالناشئة. الداخلية تخصص هواتف للشكاوي والبلاغات، الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تخصص رقم 25200334 لتلقي الملاحظات والشكاوي، وهي اللي تختص بالرقابة على الانضباط العام والمحافظة على سمعة الشرطة ومراقبة آليات وأجهزة ومعدات الخاصة بالوزارة وتلقي الشكاوي من الجمهور وإحالتها لجهات الاختصاص. حماية حقوق الطفل على رقم 25632140 للإبلاغ عن أي أضرار أو ممارسات غير أخلاقية أو غير قانونية ضد الأطفال، حيث يعرف الطفل بأن كل من هو دون 18 عاماً. 1880888 رقم الهاتف مخصص للإدارة العامة لخفر السواحل، وهي إدارة تختص بحماية وحراسة السواحل والجزر والمنشآت والموانئ النفطية والقيام بأعمال الإسعاف والإنقاذ البحري للأرواح والممتلكات داخل المياه الإقليمية، إضافة إلى منع عمليات التهريب والتسلل البحري. شرطة البيئة من خلال رقم الهاتف 900004439، وهي إدارة مختصة في تعزيز الأمن البيئي بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ومتابعة انتهاكات البيئة. ومن خلال رقم الهاتف 972-83-939 فإن الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تتلقى الملاحظات والشكاوي، حيث تهتم الإدارة بإنقاذ الضحايا من أفراد وشركات عبر طرق التصيد الإلكتروني والاحتيال أو البرامج الضارة من قرصنة مستخدمي التكنولوجيا. 99324092 هو رقم الإدارة العامة للمرور، حيث يتم الاستقبال عبر خدمة الواتساب للاستفسارات والاقتراحات والشكاوي والبلاغات عن الحالة المرورية على مدار الساعة لخدمة الجميع. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خصصت رقم 1884141 لتلقي الشكاوي والاستفسارات والبلاغات بسرية تامة، حيث تختص في جميع الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والخمور. تخصيص رقم 255-82555 وخطي الهواتف 972-88200 972-88211 في الإدارة العامة لشؤون الإقامة للرد على الشكاوي والملاحظات، حيث تعمل الإدارة على تنظيم والإشراف على عملية دخول وخروج وخدمة المقيمين والأجانب الزوار في الكويت. يا اهلا ومرحبا فيكم، ومعنا الاستاذ فيصل محمد البلوشي مؤلف عدد من المسلسلات وشاب واعد باذن الله. يا اهلا ومرحبا فيك في هذا البرنامج. الله يسلمك، وجه تحيه حق المشاهدين والشباب يعطيهم العافيه. الله يعافيك والسعاده المباركه. في البدايه نتكلم عن العمل الدرامي دائما بين الامال الشباب وتاريخ الماضي. احس الفرق بين الماضي وال يعني امال الشباب حاليا، بالماضي لما كنت اسوي عمل درامي او اي عمل كوميدي كان
كنت فرصة انك توصل حق شريحة كبيرة كانت صعبة لان البث كان محدود. صحيح. يعني انت لما تسوي عمل الكويتي يعني احنا نجومنا رواد الله يرحمهم عبد الشافي رضا وعلي مفيدي وما كان ما يقلون عن نجوم العرب بس الوقت وقتها كان البث شوي محدود بس الحين في البلاتفورمز اللي جاية الجديدة مثلا شاهد على نتفليكس وغيرهم غيرهم الشباب صار عندهم طموح انه يوصل العالمية ومو غلط لان احنا قاعد نشوف الاعمال الاسبانية قاعد توصل لنا. صحيح. الاعمال الكورية قاعد تغزي العالم وعندنا المواهب احنا المواهب كلها موجودة يعني احنا نقدر نشبههم بالكيمياء العناصر موجودة عندنا بس تحتاج الفورمة هي الصيغة الكيميائية اللي تجمعهم فمو غلط ان الطموح الحين طموحهم يختلف عن اللي قبل انه يبي يوصل حق شريحه اكبر حق الدول. نعم. العالم اصبح حتى مو قريه صغيره الان اصبح بيت واحد كل شيء يتداور بلا حدود بلا حتى مساحات ولا غيره حتى السوشيال ميديا اليوم مقطع بسيط ممكن يؤثر ويؤثر في الاخرين. انا بستفيد من وجودك كمؤلف شو نحتاج لتطوير النصوص الدراميه؟ اعتقد احنا عندنا متعودين على مدرسه معينه في الكتابه ومستمرة معانا يمكن من الخمسينات من الستينات من بلشنا الأعمال الفنية في الكويت فالحين تغير الموضوع إذا تشوفون قبل مسلسلات حتى في دول العالم حتى في هوليوود المسلسل لما تشوفه كان واضح إن تصوير مسلسل الحين ما تقدر تفرق بين الفيلم السينمائي والمسلسل لأن حتى المسلسل يشتغلون على طريقة سينمائية فأحس نحتاج دورات نحتاج نجيب نفس مثلا الدول المجاورة عندنا بالإمارات وقطر يجيبون من برا الكتاب والمخرجين يعطون دورات حق الشباب عندهم عشان يطورونهم نحتاج الاحتكاك هذا احنا كدورات ناخذ من برا او اونلاين الحين موجودة دورات اونلاين نقدر ناخذها فأحس الاحتكاك هذا هو اللي راح يرفع المستوى احنا شبابنا جاهزين للتطور بس اللهم كخبرة واحتكاك في هذا الموضوع. نعم احنا راح نكون طبعا مع مسلسل حب في الراديو وان شاء الله نرجع لكم بلغكم رسميا ان المحطه ما فيها ولد تتوقعون الراديو ذكر ولا انثى اكيد انثى شلون تقلق وايد دير بالك على المحطه يا فيصل كسره ثقيل انشلت ترى ما دريت الا من الويلتشير ولا عبالي دلاغك هذا سوء ثقافه يعني أنا ما أدري المسؤولين هذين اللي متى مخلين هالمحطة مفروض يسخرونها في اختراح إن إحنا نخلي برامجنا كلها فلوس بس إذا تدفع فلوس عشان ما تسمع وهاني المليق سميرة بطة وال فيصل جيكر ما شاء الله مواهب طولت خردة متعزفين ولا شيء لا لا هني التقديم عند المحطة كاوي شعرك الإعداد وين عمي عود يبي يشوفكم ها فندق لا الامل تطردني اي برا الو يا بنت قاعد تسوين يا اهل ايش رايكم بالنيو لوك يوم نزل نسوي لهم شنب شو محرمين نزل فيها اسمك مكسوره ايش فيك شعسه ما شاء الله وانا علي نجم شفت لنا مندوب مبيعات قناه انا قاعد اشوفه قاعد تبتسم في تعليق اكيد العمل هذا قصته قصه معي انا كاتب العمل هذا قبل 9 سنين تقريبا فرحت اكثر مكان عشان بس هني ما كانوا متقبلين نوعيه الكوميديا هذه السيت كوم اللي هو يعتمد على الكوميديا الموقف نحن بالكويت متعودين اكثر على الكوميديا اللفظيه اللي نشوفها في المسرحيات وهذه فهني كان الكوميديا هو الموقف نفسه كوميدي فقدمت حتى حق شاهد حق المكان لحد ما تبنوا شاشة وهو تطبيق كويتي جديد ما سمعت عنه نفس نتفليكس راح يكون ده أعمال أوريجينال فهذه أول أعمال شاشة إن شاء الله وفي أعمال جاية إن شاء الله راح تكون نفس مستوى الأعمال اللي نشوفها برا اللي في شاهد وفي نتفليكس ودي أيضا نتكلم عن السيت كوم في العمل الدرامي السيت كوم أنا أحس السيتكوم احس ارقى انواع الكوميديا لان باقي انواع الكوميديا اللي تعتمد على الكوميديا اللفظيه مهما تحاول انت تحط حدود راح تتحول الى استهزاء بالطرف الثاني او استهزاء بشكله او بلبسه او طريقه حياته فبالسيتكوم يختلف انه اسمه سيتويشن كوميدي هو الموقف هو اللي يضحك ما لنا شغل بالاشخاص باشكالهم بثقافتهم على الموقف الموقف نفسه
نعم. طيب قيمة السيت كوم والعمل الدرامي، مدى تقبل الجمهور؟ أنت تقول إنه 10 سنوات تطورت في هذا المجال. الحين صار السيت كومز، حتى السيت كومز العالمية صار لها شعبية كبيرة في الوطن العربي. يعني حتى فريندز صار له 10 سنين منتهي تقريبا، لما تدش نتفليكس تلقاه من التوب 10 من الترند، يعني الناس للحين قاعد يتابعونه. عندنا في مصر تجارب حلوة، تامر وشوقية، راجل وست ستات. فاحنا بالكويت دائما كنا رواد في الكوميديا، فدشينا هالمجال ان شاء الله نسوي شيء في نفس المستوى. نعم، احنا بعد اذنك راح نروح بعد المسلسل بلاك ليست نشوفه ان شاء الله ونرجع بيه. مرتزقه كلاب، احنا في حاله حرب بين الحق والباطل. انا بعرف ايش راح نتنكر. انهم ناويين يصفونا كلنا عن طريق شابين، انا اعرف كلياتهم كويس. مع اللبس اللي لابسينه ما حد راح يشك فينا. لازم تسال عن حدا اسمه زياد. شيل العاطفه من راسك اسحاق، هاي مهمه الي والك، مش عم تشتغل لحالك. بس انا قايلك بطريقتي. عندك تعليق؟ شوف متابع ما شاء الله. أحس النوعية هذه يمكن تنتشر بين الأوساط الشبابية، وايد يحبون هالنوعية، يكون في هيرو بالبطل للقصة تتعلق فيه، عنده صفات البطولة اللي هي الشجاعة الشهامة وهذه. فأحس النوعية هذه البطل الأوحد، يعني حق فئة المراهقين والشباب. هذا الكلام فيصل يقودني للسؤال، هل الواقعية تحقق النجاح أم الخيال؟ والله هذه لها، انا احس هم يختلفون. الواقعي الخيال يمكن له جمهور اكبر لانه ياخذ شرايح اكبر من الجمهور. يعني مثلا الواقعيه يمكن الشريحه الاصغر بالعمر ما يشوفون المسلسلات الدراميه اللي تتكلم عن مثلا المشاكل المجتمع، مشاكل اسريه، ما يشوفونها. فهذه لها مشاهدين اكثر، بس هذه مؤثره اكثر الدراميه الواقعيه. بارك الله فيكم، من تطور لتطور ان شاء الله، وسعيد طبعا بتواجدك معنا في توضيح هذه الامور. شكرا لك ويعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. كل الشكر والتقدير للاستاذ والمؤلف فيصل محمد البلوشي، نتمنى طبعا لهم مستقبل واعد. طبعا راح نروح مرة أخرى لتدشين استراتيجية الاتحاد الرياضي، واللي يهدف هذا الاتحاد إلى نشر الوعي مفهومه وفلسفة الرياضة، وأكيد الأمل على تنظيم ممارسة الأنشطة الرياضية في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات. ونشوف على الهواء مباشرة الآن هذا الحفل، حفل تدشين هذه الاستراتيجية اللي إن شاء الله من خلالها نرجع ونشوف مواهب صغيرة مثل ما قاعد نشوفهم. هذيلا ممكن هذيلا راح يكونون الجيل الذهبي القادم للرياضة الكويتية، ليس فقط لكرة القدم عيد، إنما لجميع الألعاب سواء كانت جماعية أو فردية. يعني أنا لما أنا الله يحفظهم إن شاء الله اللي في الصورة، عسى الله يحفظهم إن شاء الله ويخليهم لأهليهم. جميل هذا الشعور، نشوف مثل هذه العودة لهذا المشروع اللي توقف يعني سنوات. وأنت عبد الله لك بالمجال الرياضي أكثر، فيعني سابقا في الكويت يعني كانت الإبداعات تخرج من المدارس، المواهب. احنا نتكلم الان عن يمكن الرياضات الجماعيه اكثر. نعم. فكانت تخرج من المدارس الاهتمام بالناشئ، وحلو يكون عندنا خطط طويله المدى، استراتيجيات مثل هذه الاستراتيجيه الخاصه بالاتحاد المدرسي الرياضي للاهتمام بهؤلاء الناشئه. فما شاء الله تبارك الله، فهذا تدشين طبعا في استاذ جابر الدولي زميلي عبد الله. اكيد طبعا وفعلا عيد، يعني هذه المواهب راح تكون ان شاء الله مواهب قادمه، كما في السابق راينا مواهب من المدارس، منهم يمكن نجم الكره الكويتيه واللي اصبح من يعني من افضل لاعبين على مستوى العالم وهو بدر المطوع. فان شاء الله نشوف نفس بدر المطوع في جميع الالعاب وفي جميع الرياضات باذن الله. بكذي وصلنا معاكم مشاهدينا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بعد السادسة. نتمنى لكم إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع سعيدة. اللي بيروحون لأماكن مفتوحة تدفوا وديروا بالكم.
وطبقوا الإجراءات الاحترازية مرة ثانية. وطبعاً إجازة سعيدة للجميع، على الخير ومحب اجتماعنا معكم في هذا البرنامج. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.